بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تيمكركا درسي ز مصطلح الحديث تيو إتشا البيقونية درسي يانئي غير اشتخصوما الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. شيخ هدير: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. حديثي المرفوع والموقوف والمقطوع غير اشتخصهم إن شاء الله. أقسام ذا حديثي نينينجي نا كل حديثي إنايو حديثي إسكتشي زمتومي هو فيلوة مرفوع هو فيلوة. وما أضيف إجي إسكتشيريزا للنبي نتومي إسكتشيريزا قولي، معنى مثلا قولي إي إسكتشيريزا نتومي، فعلي إي إسكتشيريزا نتومي، تقريري إي إسكتشيريزا نتومي، إيه في لوا مرفوع في لوا. وما لتابع هو المقطوع إتي وقولي إسكتشيريزا تابعي وفي لو مقطوع، حديث مقطوعي. إسادير: وما أضيف للنبي المرفوع أي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم كل حديث إسكتشيريزوا للنبي متومي صلى الله عليه وسلم نايب من قوله أو فعله أو إقراره أو صفة من صفاته. شو نقول يمتم نفعل يمتم نتقرير يمتم نصفة كرك صفات يمتم صفة إذا نازبة خلقية وخلقية أما خلقية وخلقية صفة إذا زاية تومي صلى الله عليه وسلم كركا خلقياك لوم بولاك أو خلقية أما تبيع عزم تومي صلى الله عليه وسلم. إذ زدت حديثي يا إتقوى دو إني قولي يم تومي إني فعل يم تومي إني تقرير يم تومي إني صفة زم تومي صلى الله عليه وسلم يت حديث يوم في لوا الحديث المرفوع في لوا نكلا جينتو إنسبة ليلة يمتومي صلى الله عليه وسلم. نعم إبا معنى يكوذي زيننزل سلسلة زيننزل مبكة إماريزة كمتومي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيو فيلواني ني الحديث المرفوع. إذا إيو رفعي نفاني أو رفعي معنى نبلك إيو قولي إيو نوي صحابة أما نوي دون يا صحابة. نعم يعني سواء رفعه الصحابي أو غيره أما غيري صحابة نرفعشه نهدي من كسزمتمه من منمتمه صلى الله عليه وسلم. مثلا إتيو أبو هريرة رضي الله عنه هديره
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هديه حديثي وفلوني حديث مرفوع وفلوه نا رفعه ناني معنى اسكتشيزو لناني لصحابة اما زهري هديره زهري مو يقدر كمتابعين هديره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هديره تومي هديره صلى الله عليه وسلم نايو وفيلو حديث مرفوع ناني اسكتشيزو نتابع اسكتشيزو إذن تشنو كوانغا ني صحيحة واني ضعيف وان تشنو كوانغا حديثي كو حكموا صحيحة ضعيف ولنغلوا شرط إذن تانس بسلوم بلي أما لكن إن إي نيو حديثي إيه في لغاني ني حديثي مرفوع كخساني إسكتي شريزم تومي صلى الله عليه وسلم ناني مسكتي شريزو هاي لنغلوا نوي صحابة نوي غيرية نعم أما مثلا هدير شعيب ابن أبي حمزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدير ناية نحديثي مرفوع ناية شعيب أوناني نأتباع التابعين وهكذا معنى حديثي نسكتشة صحابة أما غيرية إتشواي هدير إي ني تومي هديرو أبو وفيلوة حديثيني حديثي مرفوع وفيلوة حديثي مرفوع أوكي ومثال المرفوع القوئسة زيكو مرفوع زيكو لم ننتطو زيكو مرفوع قولي نمرفوع فعلي نتقريري مرفوع القول نني حديثي يا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين حديثي يا عبد الله ابن مسعود ثم صلى الله عليه وسلم هديره لا حسد تكو حسدي إلا في اثنتين الغبطة إيم نحن ذو غبطة تكو كو حسدنا نوا كخيري إلا زين تزيبيدي معنى غبطة نموت كو حسدوا كخيري سو كشري أما إتواني شري تكواني حسدي لا حسد إلا في اثنتين زين تزيبيدي تموت تأوي تختمانو ناوي باتا نما نكم حسدو كخيري زين تزويري تو خيروا رجل آتاه الله مالا تقدركم حسد موت بلا مالي فسلط على هلكته أما فسلط على هلكته سلتلي لك وآي مال نكي تمرت في الحق كحق ورجل آتاه الله الحكمة نمتوبيل ناني موتو مجيتو مبيرو علم حكمة فهو يقضي بها ويعلمها حكمة ايونا علمية هو نخفنيزا قضايا نينجي نكو حكم ليلة ننكو برشا وانتو ايو فيلو حديث ايو فيلواني حديث مرفوع قولي نا حديث مرفوع فعلي ني حديثي يا عبد الله ابن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم هديره كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه أم إبطيه حديثي يا عبد الله ابن مالك ابن بحينة هديره رمي صلى الله عليه وسلم وقتائه صلوا هتاق مكونوه مبكى تشونوا معنى بياض ابطيه تشونوا مكافاه تشونوا نايو حديث ايو ني حديث
وقتها موجود نفس سجود معناه وقتها نفس سجود ميكونو امبيسي كاكي معناه ما مبفوني امبيسي موجود امبيسي ميكونو مبفوني هورورا ميكونو مباكا تيوانوا مكابا ياكي تومي صلى الله عليه وسلم ايونا يعني حديثي مرفوع فعله بلوا نمثال المرفوع إقرارا عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل إينا يون إقراره حديث يا جابر حديث كنا نعزل سشفنا عزلي شفانيو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت ومتمه ولكو حيي شفنا عزلي سي نقرآن حاري نكشكله يونايو نتقريري يمتمه صلى الله عليه وسلم نكذلك متمه صلى الله عليه وسلم وقير ليلة وكي صلى فجري كرك مسجدي عائشة هديرة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء ويشهد معه نساء من المؤمنات نعم نما حديث نمرة هديم عائشة رضي الله عنها هديم توم صلى الله عليه وسلم تسلى سلى يا فجر مسكتيني نا وتشهدو وتشيو مسكتيني نايو بامونايه وكي ومؤمنات وتصلوا ناو يونايو إقرار متوم صلى الله عليه وسلم وقير ليلة وكي صلى فجري كرك مسكتي نايو وفيلوني حديثيو وفيلو مرفوع إقراري ينتوم صلى الله عليه وسلم يكو حديث مرفوع في صفة خلقية ينتوم صلى الله عليه وسلم ني صفة سنخ معناه إن اختل ممتوى تملون بولي نايو تكواني حديثي مرفوع نايو نعم نايو ييكو كركا حديثي إيه فنظرت إلى خاتم النبي نبوة بين كتفيه مثل زر حجلتي يختمي يا نبوة موين بين كتفيه كتك مقربون بلي نعم إسا ينعيو فيلوني نصفة يمتوم صلى الله عليه وسلم كرك خلقياك نيكو صفة خلقية صفة يا تبيعة يمتوم صلى الله عليه وسلم نختل ممتوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ثم صلى الله عليه وسلم ولك سخاوة يونايون صفة كرك صفات زم ثم صلى الله عليه وسلم خلق ياكم ثم صلى الله عليه وسلم يونايون نيو حديثي مرفوع في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم إذا المرفوع ني مرفوع يكو حكم يكو ني نمرفوع حكم يكو معنى كا كوا نكو حكمون كوا دوئي حديثيني مرفوع كان با إخبار الصحابي الذي لم يحدث عن أهل الكتاب ما لا مجال للاجتهاد فيه مثلا صحابة وهدني وهدا كوا تنتو فراني تنتو جاي خادر كيوا أما هينجري كاك اجتهادي كاكو هدا زينتو زا زمن زا أهل الكتاب سبيسي لامبري إزو نازو نزينتو حكم مرفوع حكمي ني حكمه هي وكخسن يعني مكسزم توم صلى الله عليه وسلم يتاكو لكن تكو تكو إيجي معناه
takwa hada mtume hadiro yendiye tunakuburu na kwa doja fulani jawabu fulani itakuturuko ama jawabu fulani itrushiro mbere takuhado zintu spiritsiro mbere takuhado na enta kuariko isa itakuhado wani iyo itakuhado wani marfu hukmi ta hukmu hani ni marfu kasani ni kamba kasizo mtume sallallahu alaihi wasallam isa numa hadithi ya pili ni hadithul mawquf الموقوف نني شيخ تكذكرا ككعبيات زنجين استكويو موقوف نايو نحديث يا صحابة ياي إسكتشريزا كل قول يا صحابة نكل فعل يا صحابة نكل تقرير يا صحابة ياي معنى تقرير حكم معنى قول نفعل يا صحابة إيو نايو فيلوة حديث الموقوف في اللغة. نايو حديث الموقوف مثالية الموقوف القولي. نايو ييكو حديث عوف بن مالك الأشجعي هديه فلقد رأيت بعض هؤلاء النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. Ye nakuwa tilmamato masahaba iyo tabia zao walikoni hadiye chiwawona baadhi yao masahaba ichiwa sauti yake garbashi yake impotele ye uko ilu ya farasini kake sauti yake impotele nti tachihada menziwe tachimambira haye ninkira ninkira garbashia ipoteronti tachimambia ndiye chishkilo shtaro iyo nayo ni mawkuf ya qawli ya sahaba iko mawkuf fi'li ya sahaba kamba Ka'b ibn Ujra al-Ansari adire wa kana ala man khataba qa'idan naam inkar Ka'b ابن عجرة منكر الليل ومونترو معنى كبيغة خطبة يكارينتو يونا يوني انكاري معنى كنكر الليل ومونترو يونا كبيغة خطبة كواينا خارانت إذا نازو ني موقوف فعلي حديث ينجينا وفلواني حديث المقطوع حديث المقطوع نايو نيني ني قولي يا متابعي أما فعل زتابعي مثلا سعيد بن مسيب شهد كذا وكذا شهد نزهري شهد كذا وكذا يونايوني مقطوع قولي نمقطوع فعلي راوي كهدا كان قتادة يفعل كذا وكذا قتادة شفانيا جسي شفانيا جسي أو الحسن البصري شفانيا جسي جسي في الصلاة كذا وكذا الزوت تنازو لمقطوع أوكي الحديث المسند نما شيخ هدير والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن إذا نقول شيخ أنزيز كتي برشا الحديث المسند حديث المسند نيمبي والمسند المسند نحديث المسند مسند معناه نني اسم مفعول من أسند إلى الشيء موتو إسكتشيزو تشينتو وهو المعتمد نيجي إسكتيلوا كارك استلاح فيلوا أن حديث المسند هو المتصل الإسناد حديث المسند نيجي إسنادي إشيكامينو إيو فيلوة مسند فيلوة إسنادي إشيكامين مبكا مطومي صلى الله عليه وسلم هو فيلوة حديث المسند فيلوة يجب أن يكون فيه شرط الاتصال واجب نيو كوايو اتصالي باتكينو في راويه حتى المصطفى جسا شيخي أديره
من راويه حتى المصطفى ولم يبن أي ولم ينقطع إن تختين ديكا. والمسند حديث المسند المتصل الإسناد حديث إسناد إيش كمانو من راويه كان زراوياك حتى المصطفى أنبكى متومي صلى الله عليه وسلم ولم يبن تيختين ديكا كركا إسنادية انتهى إلى النبي بدون انقطاع بلا يختين ديكا. إسا خلاصة ننيو حديث المسند ننيو ما اجتمعت فيه صفتا اتصال السند في الظاهر والرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معا نحديثي سندية شكامينو مبكم تومي صلى الله عليه وسلم نأسكي تشريزم تومي شرط بيري نفسه حديث المسند اتصال السند والرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كوايو سند إشكامين ناخو إسكت شريزم تومي صلى الله عليه وسلم إسا ننيو مزا فرق بين حديث المسند وحديث المرفوع. حديث المرفوع هاي شرط شريزوي سندية كوايو متصل سندية كوايو متصل هاي شرط شوي لكن حديث المسند وشرط شوى سندية كوايو متصل نا بكم تومي صلى الله عليه وسلم جيسا شيخي هديرو والمسند المتصل الإسناد إيون يا كانرا من راويه حتى المصطفى نايو شرط يا رفعي إيون نايو بكم تومي كو رفع شريزو كو كسكتي شريزو تومي صلى الله عليه وسلم يو فيلوني الحديث المسند نحديثي باتكينو شرط مبيري شرط يا كانرا اتصال السند شرط يا بيري رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميل حديث المسند مثاليا ما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد الذي ليس على عاتقه شيء يوفيلو حديث المسند أنزك بخاري فكم تومي صلى الله عليه وسلم سندياك إشكامين نائسك تشريزم تومي صلى الله عليه وسلم بخاري أديني حدثنا عاصم أبو عاصم عن مالك مالك بن أنس عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نما هديني قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتم هديني إيه نحديث المسند نني حديثي مرفوع أوكي نا معنى زدر كمين صفة بيري اتصال والرفع زدر كمينو نما شيخي هديني الحديث المتصل حديث المتصل نقول وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل نكجبرش حديث المتصل ننيو حديث المتصل وما بسمع كل راو أي أن الحديث الذي يأتي بسماع كل راو حديث المتصل ني حديث يا كل راوي مكسيزو منزبه نعم يتصل إسناده إسناد ياكي شكمينو للمصطفى إلى أن ينتهي السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسماع مبكا إنا كومي كم تومي صلى الله عليه وسلم إنا يمارزي كم تومي فالمتصل هو فيلوه حديثيون متصل حديث المتصل حد المتصل إنيو إتاكينجي دخل المرفوع كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكالموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أبو حد التكينجرة مرفوع نيتكينجرة الموقوف كذلك كل مسند متصل ولو ظاهرا وليس كل متصل مسندا
فيهما عموما وخصوصا. فالمسند يشمل المتصل، لأن المتصل قد يكون موقوفا أو مقطوعا، والمسند لا بد أن يكون مرفوعا مع المتصل. إذا متصل يتقادرك ومرفوع، لا يتقادرك ومقطوع موقوف، لكن حديث المسند لازم يكون مرفوعته. أوكي. الحديث المسلسل، إذا ناقشت قبالة حديث المسلسل إذا زدتني حديث مئنته إذا سنت نحكو ذلك حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن، نحكو ذلك حديث إيه في لو إنين نيو. حديث المسلسل، حديث المسلسل نايو مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. حديث المسلسل نني مسلسل اسم مفعول من سلسلة يسلسل نيشين رو تشرشمينيو كاسفة يرشمينيو كاسفة يرشمينيو. مثلا تكو هداني من مين متوم يسي ميمو، أما من متوم صلى الله عليه وسلم ينحتكو سفة يرشمينيو ناية أوراوي ناية تختكا أما تخسيماما. أما نمكسي زمتومي نمبلي حديثي قائما يسميمو ناية أوراوي ناية تخسيماما وقتها تكوادو حديثي. أما تكواداني نمين نمتومي صلى الله عليه وسلم وقتها نكو نمبلو حديثي تبسما تشري ناية تكا أوراوي نختكم بكا مسلسل بكا راوي واتكوا ونفان جوابو. قل هديري على قل ما على وصف أتايرك كتلمامك سفيرو مثل مثال أما والله أنبان الفتى. أما تقرب تقدني والله أنبان الفتى، والله خبريلو مبجانا. كذاك أما تقدني قد حدثنيه نمبير حديثي قائما حالنا يسممو، أو أما تكوهداني بعد أن حدثني بعد أين أنبير حديثي تبسما تشري سيزو زيك صفة إزو زيرو. أما أراوي تكوهداني والله متفران نمبيرو ناي وقتاي تكو ذكر حديثي ناي تكو ربا تكوهدا والله نمبيرو متفران. أما وقتاي نكو ما أنبيرو يسي ميمو تما أنبيرو حديثي قائما، أو بعد أن حدثني أما بعد أيكم من بلا حديثي تبسما تشري. مثال يعني ما أخرجه النسائي في سننه قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن الحبلي عن الصناح بحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رمن ششيرم كنوم ششيرو فقال شهدا إني لأحبك يا معاذ، فقلت وأنا أحبك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل دب في كل صلاة أو في دبر كل صلاة كرواية إنجيل ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا حديث إي لمسلسل مسلسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من بين معاذ إني لأحبك يا معاذ من أخبين دا معاذ من بين جسيو. إذا معاذ نهاية وقتها ما أنبيره السنا بحي نايت شمبياني تمشي كم كونو شمبيرا اني لا احبك نا السنا بحي نايت شمبياني ابي عبد الرحمن نايت شمبياني هكذا اني لا احبك نا ابي عبد الرحمن ناي اوراوي بوكيرو كاكي نايت شمبياني اني لا احبك. اذا مسلسل كقول إني لأحبك، حديث مسلسل يمو سفائي يمو كل راوي جهدني إني لأحبك. كذاك قد حدثنيه قائما نانخو
او بعد ان حدثني تبسم اما او شيخي وقت اين كذكر حديثي نكذكر يسيمو وهو ناقو يفعل الراوي الاخر مثل ذلك نراوي نهاية تخفني جسيو او بعد ان حدثني ناقو تكو هدا تبسم معنى تشري بعد ايكو مانبير يو حديث تشري نراوي نهاية تخفاني لمنا إلو تخفاني نراوي نهاية تخفاني لمنا إيو تخفاني بس حديثي يا مسلسل إشي كمانينا صفة إشي كمانينا إن شاء الله تعالى ديرو تقسيم ميشا أبا بيتي يكون نعمل إشتاكانزو next week جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.